أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إلهي مهجت هذا أمرك الهواد قصوى الله بني أنا قواناك أسفاري محمد إسك الريبين إلهي سبحانه وتعالى عن كبري لما أنت يم إلهي نونقدي أكوكو انتفاع وحل الله يوحي الشيقام. حلقتنا ما أنت وحي كوصى بسنت هاي سالة سعطان وحنكو جرنا بل شعبان بيش شعبان وبل كدوان بلها كلام ركات في رسيد ويوناك سنتها قفك عبادة ذا إنو بضيو أما صونها أهاتو أما صدقها أهاتو أما عبادة كستو أو صلاة أو صننها أهاتو إنو قفك عبادة ذا أو بضيو أي أي لدونيا بشان إن تاسو معنى هذا إتهي إن وبل عماش الله رفع وصيده الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام حديثك أسامة أي وحول لي يا أسامة قلت لرسول الله يا رسول الله وحنكو إيري لم أرك تصوم شهرا من الشهور أن ما تصوم من شعبان. النبي عليه الصلاة والسلام بيش شعبان أهدب أصوم جري روايتك العائش وحيلا ذاي صون لم يسترم أركن بل إلا شعبان أنك إهين مركا وويدي سؤال ويدي أسامة النبي عليه الصلاة والسلام حول رسولك الله كما أرك سيب بشان أسونتد بشان أن بلاك الأم أسونتد مركز وحكوية النبي عليه الصلاة والسلام سؤال عجيب وأنا أقدر نوجهن وحور ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان بشان وحور شعبان وبل أيدتك يغافل كيهين موجهين وبل أيدتك موجهين محيكم موجهين بلاك لما لم يوجه محيتك معناه وحي أود حيسا الله بل ووين أود حيسا شهر رجب وأشهر الأشهر الحرم وأسقى إلهي سبحانه وتعالى كوحو وقدرتها بلها وأشهر الحرم أو تقالك ظلمي أوناك سنين إيه بل إيدتك إسك الصومة أنت بدن رجب بل الصومة إيتا إذن محاج أشهر عرمك عبادة ولا بجبارية إيه بل صون فرضي أو شهر رمضان أي ودى حيث مركا ذاتك صون رجب يسو صومين أم عبادة بدن لي مادين وحيث تن إسك النستة سيئر رمضانك آتدنا عبادة كلاو بلاوضان وحور مركا ذاتك ساسي غافل كيينو نبي عليه الصلاة والسلام ذلك شهر يغفل عنه الناس يغفل الناس عنه بين رجب كو علاد اسوا شيغي marka waxa wanaagsan halkaas cilad kale waa sheegnay bacaliis wuxuu leeyahay wa huwa shahr turfa fihi al'amal bil a'masha la rafa'an wayah wa ilahi haqis lo rafa'o markaas wuxuu si raasi wa fa uhibbu an yurfa 'amali wa ana sa'im ur madama bishan 'amalka ilahi lo rafa'inay wa lidhalika أذكر نواشي أغني عملك للرفعيو سدح درجة وي درجة دا كوات ودرجة دا قفك مسلمك مالين كستو صلاة الصبح إي صلاة عصر أي عملك للرفع مالين كستو صلاة الصبح إي صلاة عصر وملائكتي يتعاقبون ويرنبغ عليه الصلاة والسلام حديث كي بخاري مسلم أبي هريرة يتعاقبون فيكم ملائكة الليل والنهار عصر كيتي ماذا مغرب كنا متك فجر كنا مذا تما أصلافا يعني مركز إلهي سبحانه وتعالى ودينا ودها أدوم ذي سيقول صوتكتين وعليها يقول تكونا يعني كتب ولذلك صلاة عصرك أو صلاة الوسطى هي صلاة فجرك وغير بذيه إنك جماعة كتكرب محيي الملائكة تاس وحكم مركات فريسة أدو عباده كجرس إن إلهي أتقت أيو أي وربعين تادو جين متك لبعض نوامد أو ويكليا أسبوعي الله رفع عملك أسبوع وامان تخميسة أما إثنين تو يرنبو عليه الصلاة والسلام حديث كأبي هريرة ودهايو إن أعمال بني آدم تعرض على كل ليلة كل خميس ليلة الجمعة ما أنتو كلامك يا قميص تهاي ولذلك نبي عليه السلام إثنين قميص وصوم جري إثنين محو صومي وحور ذاك يوم ولدت فيه ما نكثنا على شوير وشكر عبادة عبادة إلى إلهي وكون شكرنا يا ما نك أدونك كاني قميص نمحيته وعملك على الرفعة مركزو هل كان حركة فلا إن حديث كل حلية هاي وعماش سنين تي قميص انا فاعو له الهي سبحانه وتعالى بقفو اسدغال سن ايو كسو علينه انت كلو دا الا اي كسو هشيا لكن انك الهي او شركينين الهي سبحانه وتعالى عمل كيسو اقبلها اذا شعبان محلو سوميا نبي عليه سبحانه وصوب الله بسبب او شيغي سببته كواد مركا تنسد حادنا بحيث امرك رفع العمل كو حادن كو
وحوا ديلي واي عصر كي صلاة الصبح صلاة عصر على عمل الله رفع بين أدنك هوش أقبة عماش أما غيرها آت أما حمانة آت ملائكة عصر كي وكا قريسة كوكا الصبح إلهي أساس أسكوب الدلايان قميص سنة ربور إلهي أكسون وحكستا وكخان كدقتون أي هدنا ملائكة قميص كستا وحي رفع يسا عمل كي ويقا أنسو سميس ما حاسو صونتي حاسو صداقة ما بحستي وحي لن يقود بنيسا ربور كسدح هدنا بشانو كلال رفع عمرك مركا سدح ربورا لقود بيا مد ديلي اه يمد ويكلي اه يمد منصري اه سنة كي يير اه وبيش شعبان لقود بناي إذن نبقى عليه سلاسة وحيو يري شعبان وحان أصومي أصامي وشاق وحيو يري عمل كأي الله رفع هرتكو وحيو يري شهر غفلة وان قفلة ذا مركز الصلاة ددتك عبادة وقت القفلة وحالير واك أجر بدنت عبادة لها كالي وددك إنكو أكسونين معي هذا قف شعبان الرسومة من القف رجب وعلي قف إنه يلا وصون لقطهم لكن شعبان عدك وحكوتهم يزمل ولا لك سلة الليل محيو فل بدنت صنون ككالي سنة الليل كحيوصان وبنت قفلة الغجرة ددك وهر دايان ددنا هبين كنفر يكون جرام ملك هول اللي كوبش قصد دد واسع ذن أدنى إله أكتيزها أرتيزها تاجنتها قفلة دتك مركي يكون جرام عبادة وك أجر بدنت هاي مركي دتك قافلين دتك مشغول سيهن بشا مركي دتك مشغول سيهن ولذلك أصحاب سلف وحاجرين وحال أركا يا قف أفرتن مال موت صومن ألقي إنه صومن ركز حتى مو ركز سوق خارج لي قفلة مركي ولا حوالي ناس شيك تدمع تدها صوم كوفانو سنين تيا صوم مؤقتة قميص صوم أيام بيضة صوم والعمل كوابورة لا تبطلوا بمحايد أن رئاء الناس إله سبحانه ولا تبطلوا أعمالكم صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس مركا عبادة إنا قرستيد أو صرت أو خير بنتا تنكلي الغو أركاي محايا صلاة الفجر يعيشها محالير محايا المنافقين تمحاذر كران محايا صلاة وحوا أنك نبكوا إنو حاذروا صلاة ورسونك السلف كو حاجه وقرص جري افرت بري وسوما غورغيسا اسلامتو خيل اسليداهي سوق لين او توكان ام غنحسي كو جرا حقو كا وخ كونا ددك سوق جو وحسدان غورغيسو افر دونا او كسو وخ كسو عوني وار سوميا ماتن افرت مالمود اركيسا ولذلك وخي اسك الى لجرين عمل كود وخ او سرتا الى ان لا اوغاد مخيل هل لديك سر بيني وبين الله ان لا تلرا لك مالين كستو هدا عمل ير غير قبت صدقه دا بحصدقه بحصده أن سونت تتك أسون كأو شيكت ما أنت ساسة هيد قف أسكاك عيارة ده ترى ما أنت ما حتى قميص قميص وأول سكسو ما ود قر وسون كأك أسك شيء سنين ناس سونت قميص ناس محايا العبادة سرني قوات الدنيا قفل كمرك فائدة سولي شعبان مركو حوري ودت كغافل كي هنا واس لجنا يان وحيد كود يار جرينا يان رمضان إيو أسون قوينا أسون صعد بلا السومة وحاسس لها يان نبي بيشان وبدجري حتى بيش قلوين كل جوداي وي هالك بيش عايش وحالي قلاد لو شعبان السوق جت مع النبي صومن اذن ولا سوميسا حتى ايام بيت كنكو كو قادو كو قلوبي نك سنينتي يو ثلاثه سنينتي قميص سوم جرو حنوصدي او سنيم بدن اي قميص كفكدين اما نك ايام بيت سوم جري او كفكتي شعبان قال انه سوق الله او ان يستقلد ايام بيت كي قلاد سنينتي قلاد قميص ديت اي محي له قفل ددك كو جران ما سبب طلبات محو النبي عليه الصلاه والسلام وحو جري عمل كالا قاده وربورك لو قد بنا مركز حور وحفا وحب أن يحفر عملي وأنا صائم قفك وحواي إلهي سبحانه وتعالى سيدي ملائكة الصبح ذي عصر كي أمانا يفجرك إلهي سن أدونك وحنك صوتك نأصق وعبادة كجرة قفك أنا حولي بش شعبان ما دام العمل كي قال رفع عملك قال رفع عيو إلهي ربورك لو قينا إنك وصلنا إن أنا رأو ملائكة رأو وليك نبي أذو أسوم جري صونك شعبانك مركز ساسو في عينيه وحالات دي ذكالية أكراهية إيران علماء حديثنا كسور الإمام أحمد غير كيسة مركي بش رمضان كمان رمضان ك لا ببري كده من تحي إن أجوجس أتري هيد لا بس بالنفط إيران حيسة تو كتبنا وقفك ومركا صونك أو بالعوض لكن أنت كل وسوي مكرتا قلوينك وقتي الجوداي خلص صنها آت وقل فرض آت وقتي الجوداي وقتي أنا الجورة تدري حيقول إن شعبان لمسوي مكرتا هاي صونك هل كاس لا فهمي وحقو صهري إن مسألة كلا أيذن مهم كأيتها وربها لك أنا كهذل وعيتها ليلة النصف شعبان دتك أنت بدن سؤاله وسوي ديان شعبان وحقو جرتو هبين وإلهي دتك فيرة ولذلك مسألة ذا شعبان كشان إيتو بنكا مسألة ذاس إن وفضل إن لا ذا أحاديث وقصو أرورت أحاديث إن بدن أو موضوعة أحاديث قلدن أو دتك وحقو فرض يليسو ولا هيسو إن لا صومعه ولذلك حديث كاس ولا ضعيف يا حديث وعجر لها إذا كان ليلة نصف من شعبان فقوموا ليلتها هبين كاس استاجا وصوموا يومها ما أنت صوم حديث كاس موضوع وأمر ضعيف وين لكن معنى هذا ما هذا إفراد يفتدك مرك الله بيك والله بحيمبا
qolaha waxa uu ku leeyahay shacbaan bidca waayo 15 Shacbaan lama soomi karo lama yeeli karo dadna waxay leeyihiin waa weynaynayaan habeenkaas ay noolaynayaan maxaa halkaas khilaafkaas halkuu ka yimid maxaa yeelay axaadiis halkaasna waa muhiim waay kow xadiis waxaa ka soo aroray imaam bayhaqi oo soo arooriyey shucb aliimaan ku keenay xadiiska abi saclabat alqushni wuxuu leeyay nabigu calayhi idaa kaana leylatu nisf min shacbaan xadiis saxiix wey wuxuu leeyahay leylatu markay tahay walidaalka sheekh albani xataa xasanuu ka dhigay wuxuu leeyahay nabigu calayhi salatu wasalam idaa kaana leylatu nisf min shacbaan habeenka oo 15 Shacbaan ee tahay italaca allahu ilaa khalqi ilaahay addoommadiisuu fiirina ishiis raxmad uu ku fiirinaya fayakfiru lilmu'miniina mu'miniintana waa u dima dhaafaya wayumli lkaafiriina wayadac ahla alxaqdi halkaas maxaa la shaahidku wey wuxuu ilaahay u dima dhaafaynin dadka cuqdada iyo xasadka iyo colaadda ka dhexayso waa ka taga ilaahay subxana wa tacaala annaga maxaa nalaga rabaa marka leylat shacbaan hadduu xadiiskaas la keenay xadiis kalena waxaa jira isagana abi muusa alashcari asxaab sunan kusoo wariyen in allaha la yudlucu fii leylati nismi shacbaan fayukfiru lijamiici khalqihi ila almushrik oo mushaaxin wuxuu leeyay ilahay habeenkaas musa shabaanka dadka soomaalida waxay dhahan leylatu xukun wey macnaha ilaahay subxana wa tacaala dadna waa la xureynaya macnaha waa la cafinaya dembigooda la dhaafaya dadna dembigooda dibaa loo dhigaya waxaa leeyahay masaladaas dib loo dhigay maxaa dhacay waa isdagaarsan yihiin maxay adiga iyo walaalka oo muslim haddaa isnacib tihiin annaga hadda soomaali siyaasa isku nacnabo igul waxay ahayd qabiil iyo hadda siyaasa nagu soo anaqata war shacbaana lagu jiraayo war dadka siyaasada isku nacebow war dadka qabiilka isku nacebow haddii iscafiya haddii kale habeenkaas nisa shacbaanka oo habeenka camalka ilaahay dadka uu dima dhaafay dima dhaafkaasa ka haraysa islaanta odageeda raacdaysay odagii islaantiisa xaq ka galow war hadda cafis ka dalbo maxaa yeelay nebiga calayhi salatu wasalam wuxuu leeyahay nin mushaaxin oo nin kale cadaawtinima ka dhexayso looma cafinayo habeenkaas lama cafinayo meeshaasaa marka ay tahay habeenkaas maxaa nalaga rabaa marka iyay shacbaan naskiis kugu marin adigoo oo cuqdo dad u qaba iscafiya kow shacbaan weeye cibaadada camalkaaga hala rafaco leylat shacbaan nisf shacbaan waxay ku jirtaa ayama bayda ku jirtaa maalmood 13 14 iyo 15 kuwakaasa haddaa u soomaynin xataa leylat shacbaan inay tahay u soomaynin ayaama beydka dhan soon hadda bilaaw ayaama beydka waxaa laisku haystaa 4 jimco qaarna jimce uu bilaabanaya biri qaarna sabdi uu bilaabanaa marka si aad jimcaha iyo sabdi u heshid qamiis haddaasoo inta jimcaha ku dar sabdi ku dar axad ku dar isniin gaarsii toonka si aad maalinkaas u heshid ilaahay subxana wa tacaala camalkaaga in la rafaco markuu ilaahay subxana wa tacaala waa anta saa'im aw ah oo ilaahay subxana wa tacala dadku isha raxmada kusoo fiirinay habeenkaas nusa shacbaanka inaad ka mid naqatid nacam salafka qaar waa laga soo aruuriyay habeenkaas inay ay duceysan jireen ay isku imaan jireen walidaalika cataa ibnu yasaara wuxuu ku leeyahay maa min leylatin bacda leylati alqadri laga soo wariyay wuxuu leeyay leylat qadrka habeenkaas sii loo nooleeyo waxaa afdal min leylatin min shacbaan ma jirto leylat qadr habeenka la nooleeyo waxaa ku xigto habeenka nisfa shacbaan saasoo kale loo leeneeyo maxaa dhaha yatanazalu llahu tabaaraka watacaala ila samaa dunya fayakfir licibaadi maadaama ilaahay subxana wa tacaala uu raxmadiisa isoo degayso oo ilaahay subxana dadka cafinayo marka in la nooleeyo sidaasi leylat qadrkao kale ayay lamid taho cataa ibnu yasaar laga soo guuriyey walidaalika qofka waxaa la rabaa inuu taacad u wato habeenkaas istakfirlaaska iyo cibaado kasto laakiin soom oo laha la xadidaya ma jir ma soo aruurin halka soomas xadiis soo aruurin waxaan yidhi waa daciif ama waa mawduuc walidaalika sheekh islaam ibnu taymiya naftigiisa hadal cajiiba laga soo wariyey wuxuu leeyahay imaam shaafici sheekh islaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay wa amaa leylati nisfu min shacbaan fa fiiha fadlun habeenka nisf shacbaanka wuxuu leeyahay fadliya ku jiro habeenka nisf shacbaanka fadliya ku jiro fad wa kaana fi salafi wuxuu ku leeyahy man yusalli fiiha dad oo salli macnaha ducaa laga wadaa dad badanoo duceysan jiray macnaha salaad gaar ah oo la tukanayo ma jirto soo aroortay soon gaar a soo laakiin ducadii iyo wardigii iyo in la badiyo waa soo aroorto waa samey jireen uu leeyahay walaakin wuxuu leeyay alijtimaacu fiiha liixyaai fi lmasaajid bidca inay dadka masaajida iskugu yimaadaan ay yidhi habeenka nusa shacbaana la nooleynaya taas wuxuu yidhi salafka kama soo aruurin laakiin inuu qofku habeenkaas duceysto waa soo aroortay sidoo kale imaam shaafici ayaa waxaa laga hayo isu dhahay ina ducaa yustaxabu fii khamsati layaali qofka inuu duceysto wuxuu yihi shan habeen ayaa sunna in la duceysto ducada la badiyo waxaa ka mid o leylat ljumca habeenka jumca soo galaayo walciideyni maalinta ciid labada ciid iyo wuxuu leeyahay wa awal rajab wa nisf min shacbaan asr saasoo kale in waa soo wariyey laakiin siyaamka oo qaas uma soo aruurin waxaa halkaas ula jeedaa marka inaan ku dadaalno inaan ka faa'iidaysano shacbaan kow maxaan kaga faa'idaysanaya inaan iscafino
عبادتين إن سرك دجانه أنت كل شيء شيء شعبان صومنا هيو ما أنتوا صومنا هذين عبادة كسامزلا أيام بيت صومنا هذين قفك أيام بيت كصوم جيرين ما دام هات نص شعبان صو دوده شعبان صو نبغو صوم جيري ورسونك حتى بلاو بشان بلاو أيام بيت كان كبلاو ده كده هاي أيام بيت داب بلاو مجوجكر وحلا هاي مجرو عبادة مرك إذا كقفسنا عبادة إذا أسكاسينس إذا أسكابريس لكن هذه طلابه ظهر وقات ده ترى لكن حاك بقى هذا بلاو إن صوم كرمه مرك صدق يتوان أفري يتوان إيشان يتوان إلى صوم وفي عن تاي نينكي أنتوا شعبان كصوم كرنه وفي عن تاي إنه صوم إلا لبعض اسماء الله لقدر ما هن إن شاء الله قد كتلفون كالو السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وحن كلام ليا أذكرين بعض الرجالات لأن كلام ليا وحن كويتير وهالسؤال هاي وكلية. هاي ما صوم كشون هذا أما شعبان ك كودي زي إلا صدم كام مثل وشين يتوان كور ريستا شعبان كوغي سو بلابنا إلا صدم كبش إلا ما إلا تضوي لبعتن إلا تضوي لبعت إلا يسديد لبعت لابا ما نوت إلا إلا صوم رمضان ككور حديثه كصارور إلا نستو غير لا جزاك الله خير الله ألو لينا كلا لو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ وحرب إن كويدي هل سؤال هاي فضل أخي ويد شيخ وحنجو غامل أو أسكري بانا هاي وحنجو غامل فرن واقر شرع إذن أنا موغوتها الله واقر صلاة ها جمعها ها قاب كينو واجبا يعني مثلا من نقول إنه واجبا يعني مثلا نقول واني واجبا يسا واني واجبا يسا هدا قوحة تهين إلا إيه هدا أسكر بطنة تهين وضد مسلمين تهين جمعات إنا أوقتان واي مال ير سميستا قف هدي قطبة هدو ونبي قصر لي عليه الصلاة والسلام وإلهي كحمدي وإلهي أمانه حتى سورين كقرآن كسورة القاف أما سورته قرنه وأخريه أوفر يست إمامك هذا نو كستاو هذا نو كلمة حتى في صومالي يقول جيد وعدية وأني تجي كرا حتى هدا تربض هين حتى مركز صلاة هلا أوه إن شاء الله إلهي فرج ويغفره وما سنت الشيخ وما سنت أي بارك الله فيك لينعك الهلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لكن وأنا إسك جدا رمضان كله حتى حتى هذا حد نصته وفرس محيي القلضة إني كوجرت رمضان ككل ما في عنه هلو فدي وحلا جربه مركتن أنت سوم كرتاس سوم تتي رمضان ككل جاري هلو رمضان كان هدي حن نصته فمن كان منكم مريضا وعلى سن في عدد مركل قلين دون تأيدا دي مرة أمك وعيلة دي مثلا هاد ويسمين وس هاد ما أنت وهادير أنا ك مريتين كان جوجنا دور حتى أول مجال ويفرس وحن نصته ويفرس مركو هيلا هذا معناه هذا رمضان كتال يوسف وعند هويلة هم هويلة جدا محايوها بوم معناه مثلا كل عدد رمضان كل وتجي يوسف قال يسن هذا مركل لي ما تجي ذا هيلا ها مركل إيش كقولي فيري أنت أودها قدو مكلفين لكن يدين قلنا ناس كنافر رمضان أودي أرجو بيدين رمضان كوحنا قنيس متقان قلنا ما يسوي أودو عير لو مال معيال هذا إن لوري تمام مال موضة كديم رمضان ك مركا هذي تمام ودي من تهاي een maalun dhaaf waa usuu min kartaa saas dhahay marka een xaqaladan haska gudda haday ku barkay ku gaarto hayaal fiir ko ito ma bilowda u dhaxaysa ramadaanka in ramadaanka hore ilaa hadda ma soo qalayn maxaa keenay in hadda shacabaanka dib u dhigato haday jirta sabo sharci oo jiradeed ay joogto ahayd markaas hadhow fidiyo iska bixi doonta laakin haday ay idoo gudu kartay gudin kafaar hadhow laga rabaa iyo qalada qalada markaas waa laga rabaa markaas waa laga rabaa qalada illa haddii cudurkeedu joogto ahayn marka hadii ramadaan haddii halii soom karto ay soomto oo ramadaan ci kale oo dhasho ramadaan ci kale ay raartiso ilaahay insha Allah wax lagu ma lahaad laa ka daala halkaas wax lagu lahaad haddaas waa markaas waa bixineysa laakiin kan inta ka dhiman hadii la u birtaa la maskiinay wax u direysa marka tirada soo yaraaneysa
أوكي. نعم. دينعك الله لو. ألو. 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 تيفيك السقاب أخي وكم قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر من يبل ب. ها أساك الله هذلاي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وحاك ودينا. ها. رمضان الماضي. واقرت. بس محلها لو عيوة صحية هسا. أن وح جت كلمة علوك الدرجة صحتي. فمرك محلها تيجي مرة بتصحى بس في ما نايا. مرك رمضان كان هنا كل مرة بس رادين يصونك تذا نغنى. ها أنت جيت كاس حرنين إن ليك وقت كود عجري يمدوه كاس عجر كليلة صنك الصلاة كتجيس أنت كلو سومي سو كاس عضو هاي أول كرم وقت جوان ما لهن مرض وقت ما هاي ما لك وقت وبضنا عجرت مو قرن كرت ما يا مرة بيش كوي تبان كذا مرة سنين تبان كذا أنت مو بحس كوي تبان إيشان تبوا حوهم ومرة حيو كاس لب ملا لكن معك هذا يا مذبك ما كلا قرن كرتا نوع عيسى ما قرن كرتا يكن وهذا مركا حيرتي إيمانا يمكن كلام ميدو كيس ما كلا قرر كرتا أورث كيس وحنا كلا سار كرتا مايا وحب ما كأرك يا كرت وحب كلا ساري كرت مايا أما عدد هذا ما خور ونقو تذو برمي هجر زي وحدي كود عجري أفر مالن بس أفر مالن بش هران تبي مكواد عجر مس بش كذا شيء مايا سمتا مس بش ده حد هذا سمتا مثلا ب بش الطبن يكود هذا أما سجال كذا أنا بس كله وده مرك وقتي ده وقتي ده سو كلا أفر عيش كتجيس صلاة إسونك أنت كلو أسوي إن شاء الله سو مركز مك ديكو كوايا مركز ملقبسة مك مزدهرنا ماي ماي هل مرة أصلاهرنا يا سابس هل مركز أصلاهرنا سو مركز أصلاهرنا نظيفين اللي بس ها كنا. مركز كلو أصلاهرنا نظيفين يا سمكة تكونيس أجزاك الله غرابة سمسا لين عكلا لو هلو السلام عليكم شيخ وسلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخو إنكستو سونك إيو أرماء عبادة وشعبانك موضوع أوية هادنا سؤالة كيرا بحسنا رهينا كويديو هاي سيدح سؤالها رمارك إنا كويدي وان دتشينا يا مركا تنكوات تنكوات هاي تهي هدي ونن وحاس كثير هذا سيدح عن كوفري ما كوض فرما سا كو سؤال شكل الله هذا هاي تهي قف هري قال الله هدي وصام مسلم أوالد كيسنا قال لي ما كود إنتان ما ود عين كره إن تسيدح عنا هاي تهي دمر واحد أركي بدنا هذا مركي رواه إن سياسة دقيب قلانا قال سيدح هذا سؤال سياسة دقيب جرتو هجانكو قال إنه يقفتان أو أي حلوين يقفتان وحيسود ليش ذا أنت بدن قصة دي بغرتوي دي بلقيس أو إللي هين كدي مركي أي إسلام تي حتى بغرتوي دي ويسي ودتي إيه وحياة بنا عاسو كلا مركا سد حدا سألود بن روينا نعم. كجهل بحس بارك الله فيك يعني ما سد حدا اسم مواضيع قادنا يا يعني نكس متكس موضوع اللي قسم الله قاسو قابنا يا أما طلاق ثلاثة بلفظ واحد يمكن نوقفك هل مر وسد حكفر كويله بس ثلاث خلاف وين كده حيو جمهور الفقهاء وعقبها سدح إنه يصدع عيسو لكن محاكمة الإسلام كي مجامع الإسلام ككل وحي فتوضان إنه صدح دلقاء يصدع عين هذه لا بضغة في السربان إيه تكون دبابين سيد الراق الله يريو وانا سوء أرورت إلا وقت السحابات يسكو غلاف صناعي كان طلاق في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنتين من أبي بكر عاد يسير لك هذا مركا حكاية هيد ما هين قلاف وين حتى إذا سلف كوجر قلاف كاس مركا وحبي يلا سكون يبين قف كهتو مسألة ذاتك مجال ذو جوجي وفتوضان يعني تقدع عيسو إن وح وأنا عيسى هذه اللقاة هاللقاة هذا يجرا علماء ذكر الله عيسى هل الله حسابه هنا أيقنا دليل كذا وتأمر كإن مسألة فرعيها وخلافها وعدي بمالتها إن مركز الحكومة حرنتها الله بده قف إن سيد أي وحكومة حرنتها وقفك نعم إن تنقل أهد دعاء والدك مرة ذي أنت قال لي مكون أنت لو مدعينا قال لي مرة ذي كون أنت أنت نوليه ودعينا يا إلهي نصوها نونيو لكن مرة ذي أنت إن وحوى بريو كيا خلاص إن براءة ذي بيش أسك بلابد مسألة ذكره أو سياسة ده أو دومركا طبعاً إن شرع من قبلنا ملسو دليل سكرية هذا مسألة ما مكهلا لفته لكن عاتري دليل كاس دليل من نغن كرا إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم تنسق شريعتنا قاعدة أصلاً قانا إن شرعي ده كنجوري شرعي إنه يهدي جرين وح كبرنا مركا خلاف كل كحوك تاعي قلا ذك الجديد سيجن وحي هاستان ده هيو لا يوفي الحكم ولو أمره امرأة مركا وحقولين كاس ولا نسقي كان نبي عليه الصلاة والسلام نسقي سك سبعته مسألة ذا إنه وحقوس ورور يسا إما ماذا وين لو جدنيها قبله ماذا حيني إن نقطة وحلسكوها هستو إماها إن وزارة مدير إن لقديكو مسألة ذا اسمها مسألة ذا قلافك أسرق أو قصي
دين عكل هلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أسولي بيه ها الشيخ سؤالا قيدين لها فضل ويدي صون 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 كيف بشي هر أنا والله يقرب صون كان يقو بعض محا واجبة صوت وكو بما ذو حيته قوران لها أدنا وعدنا الناس أنو جنوان ها هدي عذر شرعي أو جرسا شكت إيه تهاي قلا ذات إلى قهرة بس وحك الله يعمر رب اللعك ما دي بس أنا ما ما هذا سو جودي دون أوكي والقهرة إن شاء الله دين عكل هلو هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام قف كاس وكجو عن فيلا يا مين عكا لالو؟ ها السلام عليكم شيخ أربعين لحظة ويدي سؤال شاد ها شيخو ها أو حنكو يدينا إن رمضان كي هوري ها بسو من أوران لهاي ولا عان هاي واقرت مركا هدانا مركي لقب حي لحب الوضان كدالي اسبتال عنوك إيبو جيري طونكي مركا هدان بلاوي هاي أنت يا ركوت ما دام عذر شرعي على هاد هذا بلاوة في عنده أنت جود كرت جود وحكا أوصونك كاسو ده حقلنا رمضان ككلام ركوت ما ده سوجود إسا أنت أصلا أوقف وحواسين إسا هدي هذي أصابت على هاد إنه سوق سوق على صونك هذا صونك إلا صونك معنا وعوضة عوضة إسا إلا لو بير أنت صونك بلاوة أو جوجين إسا هدي جوجي مرك في ديما بحنا ما يمهدو قلاد ولا غرابة وحكودي نقولي ناين ها صوت مركز بحر الجزائر. أدنى سوق الله ينسى. ها جزاك الله. نعم. ينعكل هلو. ها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سولي وعليكم السلام. بارك الله فيك أخي. إتوبيا نشوفها شيخ مربع واحد سمايستي بنجي ربع بنج كلام متشري المقرت. واقرت. مركز العقبة أنا وعدو إلى سدد غلام كل شوي. مركا waxa way riba fuushay muddan ka maqnaa wadanka magarad Soomaaliya aadi waagart marka adigu anoo islaay lacagtii saasay jirtaa ayuu adkaatay maalinki dambe bangiga waxaan arkay euro lacagtii aan cunay magarad waagart ila adigu 200 oo riba aan lacagta baasarnay waxaan dhahay bangiga lacagta hadaa dhigatay soo cunaya ma lacagtii aniga cunay riba aan ku jirtay magarad ha lacagta ma garanayso ribada ahayd ila adu 200 iyo kontan meel ah way gaareys hadda waa ina soo saarta maalka ka saarta 200 iyo intaas yaan siinaya marka mashaariicda oo dadka oo masaakiinta lagu fulay agoomanka guriyaha lagu dhisa iyo een jidadku lagu qoodo wax isku dar insha Allah ah hay'adaha dadka wax sii u dhiib hay'ad oo maasanta barakallahu fiik dinaca kala low hello الو ها وكم قال عدك اكو رقاد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عدك اكو ضعيف ها يا غبي ها يا شيخ حق في دله يعني كوره ورسي كوده ما قرت اللي بدي يعني هو مكان قوي قلب المكان قوي ورا له هذه ما قرت قلت جودي حتى انا ما كنت بجنن العرب هذا ما قرت مركن نجي اللي عرفتي مرك قميلك لي جارتي ماشي جارتي أنا مك إسلامي تاقتين كدي بحال لي جودي نجي العرف وركن نك هذا ولا هل واقرت نجي مرك ور ولا نك هذا ور ولا نك هذا دي بورسي ور وملا أنا ور لا يا بورسي لي دالي هاي هذا ور كقولت أني أورك وأيوه إنك رأي إنك كلا هذا الحرين أو أصلي جوعا أنا أورك إنك سأقول لها هذه. أي. مركان حق ما يقول هذا يا قفت أصبح مهر وحقوق ما يقول هذا. نعم هذا فرن هذا فرن أما اللعان سمينين أدين عنو كان يمدلين أو مركز أو أوتوماتيك أو كل فرتان وقالق أو شيء نرتا أو أسكا أمست أسكا قبتيد وحد نشاد أسكا الولد والفراش وحكرز أدي عنو كل حتى نشاد الوعزابة. معي النكاح حاجة يكون جوكتها وإلى مركز النكاح حاجة أنا أكفر تدوي نعم ينعك لالو ها مك يكون جوكتها مية ها انت ماشي جوكتها وحقوق ما يقول هذا يقول لي واحد انت
نعم الحقوق وحكوا لها هي أنت نكاح قبت حدي طاعذ كي تي طاعذ هديك بحضو نفقك وملا عيل قبل هدي نك دعديس كبحضو هذه فزحلان تاعذ بحضو أي ورك ديع ويسو ماشي هدي جيسي كتك توم كات نفقة ملا وحي حقوق ملا لكن مهر كذي وكسرية أنت فورين وحقوق ده وكو لشان هذا لو حساب هذا فورين نعم نعم كلا السلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ لبس سؤالات بربعين في الدنيا تنكوات تنكوات وحوي أورطة الشيخ أرضي ما أنا هاي ودن كيني نمتشو أنا قا ودن قربها راح كبرتا مركا دسون كنا واحد علينا ودن كوسومو أنا ودن كيني لسومو مالين أما واحد علينا لو مالي كوري أما أنا أما قدم بيو محاوديد ودن كا أجوك تدينا لسون تيز محاد عين شيخ واسك دي ماش وافق سنين دي مسلم بمع حتى أعتقد مسلمين أجوكت سمع أنا كده ما ودنك أجوك مسلم على كمسلمين بدنا أجوكت مع مسلمين تاسو سوموي سواء عشان كورسنا عتاي مسلمين تاسو ودنك أجوكت أجوكت مع سوموي يا شيخ اسك مذهب من هنا أنا قد ساس برت وعش ثان كوا الدين ربي وابس لا صعيد ما يس مسلمين تاكو هلا مسلمين تا أرتو ودنك أجوكت مسلمين مجوعان آه ويريهن لكن واقرت ويكون يدي هندي واحد اللي هي الكرنة معها هاي محاق مركب كل استينا ودك لسون يا لك واحد نصير ما ده ودنا كانوا مسلمين هاي أذق ودنا كان كتير مهم ودنا كان مسلمين ها ده ودنا كان يسقى لسون مكاد يصير سربلا أنتي ورورتا ودنا كي واحد سقى لسون ماي إن ودنا كان نشوفه سقى لسون مسلمين ودنا كان نشوفه سقى لسون ماي هذا نادد بحقير هذين ما ده ودنا كان كتير مي أو ودن كان مسلم كوجري هاي ودن كاع لسون هل لسون من مرضى ما ودن كان قال استاذ ترتيب مكوجي ارنت غلط و مسلمين تو ودن كاع جوكت لسون ان شاء الله واه الشيخ سواش اللي بعد ان كويدين ربع واحد هاي واحد شر مغعي الهي سومالدو وتقانو ان دي مغعي الهي 99 مغعو اللي يقاني انا هين معاكم اذا سيده واحد شفت اني واقي يرهدان اني ايبي يرهدان او كلام مسحان تايم سوى غلط واه تفسير واق مغعي الهي سبحانه وتعالى القران كا لو شيغي حتى عربته ما شيغي مرك كنا واللغات واي ولقي يابا إنه ونكسنين قفكو إنه أصبرين لكن أيق معناه كذا معناه معنى مع مع معنى الله هنكر قفكو مرك الفاد معنى ذا دتك ووأدي كران لكن مقعيد لحق ذي وقفنا مكين مرك واجرت واقي بهاسيو ولسوي من قولي ليرها قالوا إنكم أرقيتا أرماس كهذلو لكن أنا قال نحدتك نيجو قاضينا قفك وحولو جيدو واقي قرحة العبودة يوم جيداني إلهي ولو جيدان مركا لا بأس إن شاء الله إن دتك أو أساس لو كفر يسيما إن شاء الله لين عقل هلو هلو ها كيف هو حنكو يدينا منطقة الشيخ هاي كيف حال بي كورا أمركو هلو أي في غسل سي أسي خالبي جيب حواء أولك ولو ذا أعبارا أشيالي أما يستدك بيدن حكي قبطة أمركو لكيما آلي محاتي القبر أوري قادي ها أقول كوري أقول كوري من عكل هلو هلو السلام عليكم شيخو شيخو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخو حارب أنا كويديو لبس سؤالات لا سلح سؤالات تنكوات قبر قبر بقى بهد وحيو كوير عني وحمر علي واقرت سؤال شلبان كويدين وحوي قرموير قرموير سبحا إيه أيده وين بكوير أيده وين بكوير وح كلا جرنيسو ما ي كتاس ما ده كرو نكاح يصير قولة تسمع ها 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 ما ده كرو ما ينكر كرو ما ينكر كرو أي تقالين مركم ما يدين تكرب ما ي ما ي ما هو كويدين يو مثلاً كويدين وحوي صلاة عصر ك يو سبحا سنها تابع لغه مرنيا تابع لغه مسي عصرك يصبح بوكه الرئيسه سنه سنه قبلي وانت عصرك لتكون سنه لتكون انت فجر لتكون سنه لتكون سؤال كلام روينا كويديو نادور راليا تفضل نوح عيسى تاع حديث القدس اي حديث القدس نعم طبعا حديث القدس وقولك ان 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 لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيما يرويه عن ربه الله لكن حديث عادي النبي عليه الصلاه والسلام اسغى اسكله لفظه ان تاسك كل جسين وحكل كل كل سنه كان وله الهي سو وريو دها
قرآن المقارئ معي القرآن تعبد التلاوة لكن حديث قدسي أصلا تعبد التلاوة ما ولقوم عبودة يقرأ حديث إن شاء الله لينعك الهلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد وحنقول يدير الشيخ قصولي هم سؤال أرين متقارنا بشي رمضان وصد أفتح هو يدي أو متقار حنوسانات بشي رمضان ما يدين صومين إلا حد محاسم يسينو مركة ما يتقارنا مركة حنوك يقب وحنو بلاونين أفور ضد لسيا ما صدق الغبهية أي مركة صون كنحمر يا إلهي سبحانه وتعالى شفية السيئي ويفعناتي. ألو ها وكم مغلا أي شوف ما كي عاف ما بي أو إلهي عاف ما جرسي أنت وسبب حنا لنا يسين رمضان كوله ما عليه واقرت صدق ذي نوال جوجي ما كي في عناه وعي حيث لنا سوم يس سوم كسر كل ما يسنا لما يسرنا يتري ده بعدنا هو بلا وصون كي إلا حنوك وهاي ولا عنتي حوالي قدي بيوم تقان صدقات كم تقان أو واجب كده واجب ما تقان أو صنم بهاي والدي لا الدي بيك كده من حيث أنا سكب ذي يتري وين قد رمضان كي ما دحبينا يا الأولى ما كي هذا ما وحلو قولي أن معلمه إيه سومن وسومك وسعلنسا وسعلنسا ضمان بشر رمضان وسود علنسا جاه دخل وما له لكن معلمها وصدق هذا الآن لقدي من أبشر بشر رمضان هاي ما لو ما بان صدق هذا صدق زائد نيتا إذا كزائد نيتا نتابع حسنا إن شاء الله. أوكي جزاك الله خيرا بارك الله فيك لينعك الهلو هلو قف كاس وحن فيلي تلف هلو واكد دعي نعك هلو 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ سليبا ها السؤال مر وينك ويديو ويدي أخي وحويان خد راح كرت مالك الساعي كرام يا أديك أني يا حاسب ها يا بدل بسكوح رأي محلك الصحيحة هلا contract ee oo ha marka balama ina kala gashaan balamo ina qof kale leey gursan amal in qof kale wax qorne saytaana gabadhi gursan wax qorne sa contract baraba tan oo gursan gabadh kale tayib kaas xaq u leedahay bacd al malikiyadi waxyaabo ay shartiyaan qofka markii aqdiga la sameeynaayo gabadha shuruud ay baxsan kartaa kali wax shuruud ah odageedan oo shuruud u leeyahay markii kool isku nikaahay gabadh adoo abeed wax u dhigi kara shardigay waxa gabadhaydina magaalada aan laga bixinin ee magaalo kale aan la geeyin shuruudda inta nikaaxa dhicin ayay tahay laakiin mar haddii nikaaxa dhaco oo nikaaxa markay isguursnaan kadib waxa ku balanteen waa wax shardi ma ah shardi kaarsana oo la galay waxa shardi waa inuu ka hor imaano diinta islaamka kullu shardin laysa fi kitabillahi fa baadil nabiga kaleeyhi salaatu wa salaam shardi kasto quraanka iyo diinta ka hor imaanay baadil wax laga soo qaaday اشترطي عليها في ان الولاء لمن اعتق حديث عائشه نساسو هاي قبل بريره مركي اهد مركا ان لكن قفك هدو مسلمك او بلن قفك قاد بلن انو فوليا وناكسن مخاي الايات المنافق حكمده بلن او قادي انو قفك كبو حدا خاصك بلن كقاد ان لا غورسنين بلن كسيديس مسلمك انو او حوجيا وناكسن او كبخين ايدو او فيرنين تاس مركا بلن كقاد ان حوجيس او كفي عنت هدي كلام دينيا محلال با كونتراكت بلن توال قادي كرا لكن مكبخي كرا سؤاش ليس كو هسا علماء خص كو هيان balanka haday ku tiraahun islaan islaan ha ilu guursan balankaas ma laga bixi kara ba culimada qabtaa waa laga bixi kara maxay ila shardi oo waxa weey kitaabka ilaahay ku soo jeed okay naam inaa kala lo assalamu alaykum sheikh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh sheikhoon ku salaamay en saddex su'aalad ba sheikh wati tan koobaad sheikh gabad baanu waqti muddo hadda laga joog muddo dheer laga joogo baanu aan guur ku heshiinay marka adigu waxyaabaha dhaxmaray kharash adigu gaariga ugu tiri gado lacag bay siisay waxay ugu tiri lacagtaas ana ku siiye gaari ku gado waagar lacagtii marka gaariga kuma gadan wax kale aan u isticmaalo wayna siisay waxa ku xaddid laakiin waxa ku qabanayse shardiga ku gelis ah waxa tiri gaari ku gado ugu tiri haye kadib gabadhii intii hawshaydi socotay bay nin kale ay iska heleen marka ninki kale guursatay waagar kadib anigu waan la xiriiray waxaan ku uri walaalay de waadi kharashka isii kharash saas ah iyo de maxaad damacsan tahay ay marka hore si fiican igu meenay jawaab markii dambeeyta adigu aniga waxaan bilaabay markii inaan wixeydi anigu kaliye iska bixiyo waa gartay kadib waxay igu tirniyay hoota waan ku saamaxay bataatanba xaqi walaal ku saamaxi karta okay taas waa su'aasha labaad waxa jirta nin saaxiibkay oo jiraa dad jaan soo heshiiqay weydii gabadh bay isqabeen
isagana gabadhaas hawl bay shirka ku wada ahaayeen lacag baa ku khasaartay ay shirka ku ahaayeen oo ku wadeen ganacsi gabadhan lacag xogow lahaysna lacag xogow lahaa gabadhii ma ayna kala tagin ilaa dhowr sano hadda way isqabaan wayna kala maqan yihiin gabadhii marka ma furayo oo wuxuu igu dhahay hadaan furo waxay ii qabsanaysaa lacagtii naga dhaxaysay ganacsiga ahayd mana isqaban oo reer isqaban ma aha aniga marka waxaan ku leeyahay xaq baa kugu socda oo dee masaariif iyo xuquuq kale iyo waxyaab badan baa lagugu leeyahay adiga shaqsiyan nacam waa u sheegtay ha marka waxaan ku dhiniyahow arrinkaasi marka waxaan dhiniyahow anaga hadda kharash aan lacag ma hayo hadda haddaan iminka warqadii u geeyo waan ku furayaan lacagtii bay qabsanaysaa marka yacnihi ma arrintaas iyadana iga soo tartay saddexaad waxaan rabay u dambaysa iyadana in aan bisha Shacbaan baan hadda lagu jiraa habeenkee buu qiyaastii ku beegan yahay habeenka acmaasha insha allah la rafcin doono ilaahay ku acmaashada la rafciya hanaga yeele isniinta iyo waxaa la isku hayaa axadda sax labadaas la isku hayaa labadaas waa bisha qaarna waxay leeyahay toban waaye qaarna kow iyo toban ay maanta xisaabayaan qaarna toban ay xisaabayaan taas waa ta ama su-aasha kale oo ahayd tii hore waa ka jawaabna tan labaad ninka runta u sheegta waa sax wey walidaalika businesska iyo guurka ee laisku qasin guurka waa caqdi weeye oo miisaaq qaliid ah oo beri lagu weydinayo nabigu calayhi salatu wasalam waa weydinaya xaaskaaga waa lagu weydinaya kullukum raacin wa kullukum mas-uulun an raciyatihi farajul raaci fi beyti ahlihi wamas-uulu canhu waa lagu weydinaya beri marka inuu yidhaha lacag ma hayo haddee aan furo lacagta ay weydinaysaa maaha inuu gabadhaas waxaa wanaagsan la xiriiro qasab maaha inuu furin dhaco laakiin waxaweye wacashiruuni bilmacruufi inuu yidhaho lakiin gabadha xeraggeedaan ka hayaa ayadi maskiinta furinay rataa war hadduu ka baqayo deenu isku guda qiyaamaha deentiisa u guda qiyaamaha ka daran deenta qiyaamaha ka daran tan adduunyo marka intuu isdhahay tan adduunyo yaa lagu qabsanin tan aakhiraha ka daran waakhiratun khayrun wa abqaa marka ninkaas tala fiican sii gabadha iyuu mucallaqi ka dhigin bal hala heshiiyo ha qanciyo hadday nabad ku kala tagayna alimsaaku bimacruuf oo tasriix bixisaan laakiin inuu rag badana waxay u qabaan gabdhaha nikaaxooda ceshanayaan inay ka adkaadeen wallahi aakhira inay kaga adkaanayaan marka adduunyo lagaaga adkaada ku wanaagsan intii aakhira lagaaga adkaa lahaa cala ilaahay ka cabsada gabdhaha aad qabtaan ilaahay ugu baqa insha allah dhinac kale hallow hallow waxaa qofkaa telefoonku dhegeysanaya hallow tv ga iska gaabi dhinac kale hallow ha hallow asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekow maxamed waaye oo norway kaasoo wacay waxaan ku weydiin rabaa su-aal ku saabsan talaalkan hadda cudurkan hadda jiro la qaadanayo waa gartay yaa waxaa la leeyahay talaal kamida wuxuu khatar gelinayaa nafta oo qofku wuxuuba xataa uu ku sugan macnaha ku dhici kartaaba xataa inuu u dhinto qofkiina talaalkii waa lagu xujeenayaa hadduu safri lahay haddii dana kale u yeelo lahay inuu talaalkii soo qaato waa lagu xujeynaya marka qofka hadduu talaalka soo qaato uu hadhow khatar ku galo qofkaasi naftiisu haligay ma loo qabsan karaa maya yiri nafta haligada asbaab ay leedahay waadix ah talaalkan waa jiraan dad kasoo horjeeda laakiin inta la arkay annaga ingiriiska 2 milyan dhowraa la talaalay dadka oo la yiri dhiigooda fariistane waa 37 qofaa la sheegay marka 0 xataa percent ma gaaraya qasab waaye dadka nin kasto ajishiisu ku dhimanaa anaga mu'miniinaa nahay laakiin waqaayo waa talaalka marka in waqaayada la qaataa ka wanaagsan intii aqiilka dhigan laheyd hadhow baa naftaada ku rirday maaha qofka waxa kaligaan laguma talaalin malaayiinaa la talaalaya bal dadka aqoonta lahay dhakhaatiirta lahay waxaasna la talaalaya marka caqli maaha la yidhaha dadkaasaa la laynayaa waxaa la laynayaa qadiita mu'aamarada markay xadkeed dhaafto waswaas iyo halwasay gaaraysaa marka waxba yaa laga shakinin ninkii oo xanuunsan jibigiisa la tashto nin dadaa qaadan karinaa jiro la sheego aa qaadan karin islaanta uurkale waxbaa la sheegay ha la tashto marka tawakal allah haddii oba lagu qasbaayo safar u baahan tahayna waxbaa nebiga calayhi isalatu wasalaam wuxuu noo sheegay wuxuu yidhi rufca an ummati alqata wanisyaan wama istukrihu calayh dembiga iyo ilowga waa laga qaadin ummadeyda iyo wixii lagu qasbay marka haddii lagu qasbayba marka laguma dhahay intixaar iyada asdish laguma dhahay insha allah naftaha taal ku maaha macnaheeda dhinaca kale hallow hallow ha asalaamu calaykum sheekh wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh hal su-aala rabi inaan ku weydiiyo tafadal weydi sheekhow xilliga hore waxaa isticmaali jiray balwad waa gartay balwad oo isqdhaaf hadda alxamdulilah sida xashiishkii waxaas ilaahay waa iga madoobayay alxamdulilah maad kale laakiin waxaa jira dad oo xilligii hore oo dhallinyarada oo gadgada waxaan kasoo qaadan jiray balwad markaa isticmaali jiray deyn ahaan
deyntan hadda waa dhibsanayaa ma rabi haddana waxaa isleeyaa deynta diistiisa meel xun amaa ku bixisaa marka deyntaasay noqonaysaa maya deyn waa lagugu leeyahay demar deynta waa dimmata waay qofka dimmadiisa waay bisarfi nadar qof aalkuluusitaa deyn ka qaaday waa lagaa rabaa qof oo waalan hada deyn ka qaad waa gudaysa marka dembay ku waajid mrwaxaad u qaado shay kastoo aad ka qaadatid lacagteeda lagu leeyahy kulet lacagay ku fadhiday lacagaa ka qaadatay waxaa isticmaasha iska dhaaf wasiilada shaygii oo a qaadatay laakiin lacagay ku fadhiday marka cafis ka dalbo maadaama ay saaxiibada yihiin cafis ka dalbo inay ku cafiyaan aad tirahda walaalayaal aniga arin waxaas ma gudi karin inaad tirahayd ayaa ku wanaagsan asalka kaasa ah labo xiriirkoodana inaad ka dheeraatan oo ku fiican tahay maxaa yeele almaru calaa diini khaliilihi falyandur axadukum an yukhaalilhu maxaa yeele haddii aad ku babadatid inay markaas waxaa laga yaabaa inay haddana meeshii kugu celiyaan ama ay fasahaadka ay ku keenaan ilaahay oo xaqa ku tusay oo kusoo hanuunin ku shukri inlah insha allah dikriga ilaahay iyo cibaadada badi soonka sunnada iyo salaadaha sunnada tuko soo ilaahay qalbiga kugu adkeeyo insha allah dhinaca kalalow assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekh miya ha ku salaam waa su-aalaana laba su-aalana ku weydiiya hore waa sheekhow baarakallahu fiik weydi fadal akhi weydi tan koowaad midda koowaad cawaabi anoo mukulaala ii joogtay muga waa ilmay xanaanay weysay nima gaalaa u dhiibay nin ilma galeenkaa ka bixiyeen dembi miya maxaa u dhiibtay adiga inay siisay qaata ahaan oo siisay maya cayd mukulaash inay jiratay wadeen ma tira laga bixiyo ha wiilaa idhaa ka bixi oo dhaadiga amarkaas ma dhiibtay in laga bixiyo ha amarkaana dhiibaa qalad wey inaa dhiibtay maahay ugeysid waa iga wax yaraa ku sameeya ilaahay utoobsouth africa markaas waa gartay su-aasha labaadna waxaa waaye jimcadii badanaa ma tukan jirin salaad duurca iska tukan jira dambi mi aydane dembi waha qalbigadhaweyn qalbiga kuma ujo jimcada dumarkay ku waajibin iyo ninka musaafire ninka muqiimka waajib waa haduu qofka nebigu calayhi isalatu wasalam wuxuu noo sheegay labada jumca ninka ka tagay qalbigiisa in madoobaanayo marka khatar wey jimcaha ka tagin insha allah okay markaas duur la iska tukan jiro cawa meel locationa jooga jiro baadiye oo masaajidna ka dhaweyn maya haddii aad duruuf ay ku kalifto meela masaajid ka dhaweyn haddaad joogtid oo aad go-doontaa kama hadla laakiin ku dadaal inaad jimcaha tukatid aday ku wanaagsan tahay wili waa tukan jiray jimca waa tukan jiray dhibkatan cawa waxaa joogi jiray meel location oo maya haddii aad gaarin dhib male insha allah haddii aad meel aad jamaaca ay jirin ay ku hayso duruuf ku qaliftay laa yukalifula nafsa ilaa wusaxa insha allah dhinaca kalalow halow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekho aniga kuu soo laabta arrintii waxaan kaa weysay gabadha marka aniga aan guursanayo waxay dhacday intuu ninka a guursan ayaa uurka lahaay maxkamada ku cadaysay marka gabadhaas meer may buu leedahay akhiyow aniga ma fahmin gabar in markaa guursaysa ku tira uuraa leh saa u guursatay ma sheegin waa laga qariyo ma sheegin waa ninka may may mar hadday nikaaxada ku dhacdo cunugin oo bilaha oo caadiga ku dhashada iskale cunuga qofka wax warba iska sheegi kara qofka dumarku markay isdagaashaan uuray adig kuu leeday xuku leeda adiga ma lihid waxaas wax la qaadanaya maaha sharcigaa lagu xukutama haddii uurka uu yar yahay oo muddada adiga asqabtay oo calool geli kara cunuga muddadaas bilihiis ay yihiin cunugada iskale warkeeda laguma jiro insha allah waana kuu sheegana insha allah dhinaca kale hallo ha asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekow su-aal marwana ku weydiiyo haye marka aan weysiisanahayo inta maa waa shaqeeyaa ma garan marka maxaa samaysaa markaa weysanaysanaysa waa shaqeeyaa marka markaan weysiisanahayo waxaan sameeyaa lun baa dhaqaa mataqaana waa qalajiyaa simsaamaha xitaa ma garan nacam marka mataqaanaa lugta a qalajinahayo simsaanta a xiranahayo haddana sii kale abiraalahayo wax dhibaataa miyay leedahay tayib cinda bacd almadaahib nacam bacd almadaahib muwaalada arkaantooda faraa'idka ka mid a inay xariito inaadaad qalajisida ma wanaagsano laakiin waa bannaan tahay maxaa yeelay xadiiskii nebigu calayhi isalatu wasalaam ninkii gacantiisa faaruq u ahayd ugu yiri soo tuko meesha lau biyaha soo mariyay marka halkaas ay usoo dilirsadeen culummada muwaalaadka u shardinin marka hadday duruuf ku hayso dhib male insha allah laakiin haddii ay duruuf ku haynin ha qalajinin xariiri weyse qaadka ah
ماي مركي الظروف كويس دبما إن شاء الله. حياك يا خواباتن. بارك الله فيك. لين عكلا لو. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ وحان ربينا كويتيو إن رجع إن الصوماليات مركي أي دمركي أي سكود عن أما إن يرهس قبانة أما إن بدر يرهس قبانة جينت محي كفر إذا مركو نينكو كل حشينيو ورقدة مهريم إن مصروفنا عن كسينا حينين هرنا عن الهرونا وجهل إن إم كان عن وحبا وجهد وهدين بيوي وين الننسة. ما شاء الله أردت أختي أداي نوان كهلا وحيان كهلا وأدين بوي قواده وحاله على الإمساك بمعروف وتسرب بإحسان إن مع الكحي كحر تدمع هاي طلاق وحلوب بني وحيتها إسحان قواده لو فلا يمان هذا إسحان هذا يسكو فلي سواء نك نفتي إسحان وسكو فلا يا هاي المسؤولية وسك الدجنية لا بد قف جرو مودي الرحمة ديجين وحتى المرصوف كيدو سينين وكم قيني هاي وحتى الله هاي مفرعي وهدين بوي وسكو كردي وانشا رجع وقاب إن أنت كأت كادين دومرك لكن أيجا لقى أت كاد حقيقة هاي لي كو دولمي جنبه عليه سلسة مفلس وحتى أتو صلاة تكو صون تكو صون كي سلسة إذا قادني اسمحي حقه قالي مركا حقوق ذا أنا جاكو حد جذ بنو مسلمين أنت إذا بدن وحوي قبلها جور كودا فهم فهم كلا كهاي سنة وحقوق قبلنا بقى إني أنت إتهاي استرقاء قبل إني أضون تهاي مالك صلاة ما قبلنا والهن مسلم عليه إلهي القرآن كونه شيء حقوق إلا ذا حداد حقوق ذي سيكرن أذى إسحان كوتا إني كاتكتو أي إسكف الصحة أذى إسحان كوتا إذا إسحان ما marka laakin geere adduunyo iyo wa nikeli guursaneysa iyo maxaa ka jir wax yar taa guursato xaq aan ulaadin gabar kale guurso laakin inaad isku cadeebto ilaahay subhanahu ta'ala qiyaama lagu soo horjoojiyo maxay ilaahay wuxuu noo sheegay nabi kaleey salaasa reeda geesaala tan kale xaq lagu qaada war gabar adduunyo ku dhibi jirto aa marsuuf u jira aw maan jirna kama qana jirtay haddii qiyaamaha soonkaaga iyo salaadaadi waxa dhan qaadato ka war oo lagu horkeen oo lagu yiraa xaqeed gaal ilaahay wuu leeyda yawma yaqumu naas li rabbil aalamin ilaahay rutus istaagaya ilaahay ma dulmi dadka marka aakhirada ninkay ku weyntahay xuquuq ma bagalo laakin ninkii umulay aakhiri ilaawsan kaas waa marka kan dhibaatada hayso marka waxa leeyahay waraga gabdhaha wanaag kula macaamilo ama wanaag ku sii daaya saasa diinteen qabta laakin cadligan iyo inaad dhibtaan iyo waad inaad ka adagtaa u qabtid iyo waa mas'uuliyad ilaahay ku saaray mas'uuliyadana tashriif wa hatta ان قوامده الرجال قوامون على النساء بمعنى هذا معناه هذا قوامده ماها انات اود لو سيمانه وتكليف وي هذا لو غرو انه هغان لهذا الرب هذا هغان كلا غادي مركو تكليف وحبا علاس لو سي صار له لكن ماها انا وحرت اكو سمي كرتيد ماها مركا حلقوينا كديار دونا ان شاء الله حقوق لبد قف اسقب ان شاء الله حلقوينا مركا سمين دونا دينا كلا لو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته aashiq waxaan ku waydiin lahay gabar aan wada socono markii aan guursaday rabay marka waxa ay cadaatay gabadheena wax barashadeedii ku soo dhameysatay dhanka yaribada marka shiqo maxay gula tali lahayd qof sidaas oo kale wax barashadiisa iyo irsaaqadu soo shaqeynayo kale yaribtaay wax ku soo bartay yaribtaay marka sidee lacagtay wax ku soo ribada wax ku soo baratay lacagtay shaqeysay isma laha labo waa in kala qaada qofka ficilka amalkiisa dhididkiisa wuxuu ku shaqeystay lagama hadlayo wixii kale uu keenay haday saas tahay dad badana isku mixirna gabadha akhlaaqa lagu guursada nabiga kaleey diina lagu guursada diinteeda ku guursada laakin shahaado oo buugay wadata ama shahaado xaraan ay ka keensatay shahaado ma waxa guursay gabadha guursanaysa adi amalkii hadda qabanaysana waxay baratay cilmigay baratay iyo wax ku risq ay ku heshay ee maaha shahaadadi shahaado wax lagu ma helo iyo wixii wax ku soo baratay cilmigaas ee baratay iyo jiha munfaka la dhaawaa waa in la kala gooyaa qofa been sheegay hadduu beenta sida mubaashir ee tahay markaas wuxuu leeyahay waxaas xaaraan wey laakiin mararo been soo sheegay dadaa magacyo kale ku jooga halkan waddankan waana shaqaystaan lacagtooda xalaal ma xaraan waa mallaha mallaha maxaa dhacay dhididkooda lacagtan ku keeneen asbaabtaas dembigood waa galeen ee beenta ku sheegeen waxaa ka mid a qofa magaciisa ma magac kale ku xajinayo maxaa iskaaga jira magac oo baswork uu yaal iyo magacu ku xajiy waxaasna waa sheegnay marka gabadha ha ku xujeyna hadhihin rabay wax ku soo baratay saasaan u guurina hadhihin hadda see tahay kul dhaqan hadda maxay tahay xataa hadday qofka oo dembi ku jurjir hadduu toobo keena waxaa leeyay qabr labada zaaniga markii laga hadlay waxaa leeyahy hadday toobo keena waa isguursan karaan xataa iyadoo xaaraan ku soo dhacday hadday toobo keentana waa la guursanaa mana qofka xaalkiisa lagu xukumaa ee laguma xukumo bictibaari maakaan wuxuu ahaa jir laguma xukumo marka haddaad tale iga rabtid xaalgadeed hadda fiiri guursan gabadhaas hadday wanaagsan tahay insha allah
دينعك لي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أصولي ساتع بارك الله فيك أخي. الحمد لله. شيخ أصولي حربي سؤال كصاب في الربضة هاي لوك دون كسيك لوك اللي وحاقاتي العقل بار واقرت هذيك الربا ما بانكي وحاقاتي العقل واقرت لو بالكسة وحوق صار نويا واقرت اكسكت اللي ما بيحنك راه المر العقل والأقصونية مركة بلا صوص على رجينا انا بحي مركة وحي اللي صوت عفي سي اماني جكرينا اخيو سي قال الدين قال ده قال كسو قاد الربا ده سيد وقود اخصو وقبح door jeer aan u sheegay su'aasha oo aan la weydiiyo waa lockdown ka marka uu dhacay gaalada waxay keenay dadka inay gumeystaan waxa ku leeyeen 10,000 riba qaado 20,000 bangiga ku siinayo sanad gudaheed laga marabo gadaal ka bilaabaneysa waxaas uu leeyahay waan ogyahay in 10,000 qaatin oo gudu karin waxa la rabaa kaliya in ribadaas la galiyo dad badan u sheegna bal waxa ku jirto agreementiga ribada bisha sanadka xataa laga dhaafay adigu ugu dhahay laga ma bixinayo waxa ku qoran hay'ad kale ka qaadanaya ribada marka aad inay riba qaata aad markay deen ku siiyo dad kale waxay dhahaan dadka kaalmeyna ribana siiya marka ribada ku sii kaalmeyso xataa taas dinbi kale waa marka sida uu dhaqsaha baad iska gud ribana ay lagu degdegin waa xarbi Ilaahay iyo Rasuulkiisa weesoon oo sheegay dadka qaata kuma liibaanin dadka guriyaha riba ku qaata kuma liibaanin beena la isku sheega ana waa laabiinay business aan ku galay guriga ku leh London guriga ku leh Mareykanka waxaas dhan waa wax oo gaala wili bangiga la leh deentii ribadeysii guduhayn rafaadeen ka qaadeen waana sidoo sheegay ribadaha laga fogaado waxa hadaan qalday naftidii sheedana ka ahatay su'aashaas ugu dambeysay hadaan saxna toofiq ilaahay subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.